بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم إن شاء الله رب العالمين عن الكاتب الأمريكي الجميل وليام فوكنر. نشوف هنا في السلايد 2 وليام فوكنر. He was born in 1894 and he died 1962. يعني هو توفى تقريبا كان عمره 68 سنة. وليام فوكنر هي صورته. وليام فوكنر الرايتر النوفلست الشورت ستوري تيلر from 1894 up to 1962. This is the William Faulkner. Who is he? Who is William Faulkner? William Faulkner is an American writer, هو كاتب أمريكي, also known as Will Faulkner, وكان يطلق عليه اسم Will Faulkner, a Nobel Prize laureate from Oxford, Mississippi, والحائز على جائزة نوبل في الآداب من أوكسفورد, ميسيسيبي. إذا هذا هو صورة وليام فوكنر الكاتب الأمريكي, وكان يطلق عليه ويل فوكنر والحائز على جائزة نوبل للآداب. Slide 4. Where is William Faulkner born? أين ولد؟ William Faulkner or William Cuthbert Faulkner was born in New Albany. هو ولد في نيو ألباني, وهي صورة لمنطقة نيو ألباني ميسيسيبي في الميسيسيبي on September 25, 1897. ونطلع هون وهي منطقة الميسيسيبي, والميسيسيبي هي كانت واحدة من الولايات التي انشقت عن الشمال ومن الولايات التي كانت مؤيدة للاحتفاظ بالعبيد. إذن وليام فوكنر was born in New Albany, Mississippi on September 25, 1897. وهنا فهمت علي هذا ميسيسيبي, أعتقد التاريخ هنا غير صحيح, هو أعتقد 1894 زي ما ذكر في السابق. هنا 1894 هنا قلت موجود بس خطأ مطبعي, وهي خارطة المسيسيبي وهي مدن المسيسيبي. إذن وولد في نيو ألباني, هو من نيو ألباني in Mississippi, and Mississippi is one of the states pro slavery and one of the states which seceded from the North. نطلع هون سلايد 5. This is William Faulkner in his desk office, مكتبه. William Faulkner has written many critically acclaimed short stories, plays, screenplays, essays, and novels. طبعا هو كتب العديد من الأعمال الأدبية التي حازت على إعجاب النقاد, القصص القصيرة, المسرحيات, كمان سيناريو للسينما وللأفلام, screenplays, مقالات, and novels. إذا William Faulkner has written many critically acclaimed. Many critically acclaimed يعني القصص والأعمال الأدبية التي حازت على إعجاب النقاد, short stories, plays, screenplays, essays, and novels. طلع على story of William Faulkner. يعني شو قصته هذا الإنسان؟ The story of William Faulkner. He is named after his paternal great grandfather. طبعا تم تسميته على اسم جده, William Clark Faulkner, an adventurous and shrewd man, وكان رجل يحب المغامرات ورجل ذكي, who 7 years prior was shot dead in the town square of Ripley, Mississippi, والذي أطلق عليه النار في ميدان ريبلي في ميسيسيبي, قتل قبل 7 سنوات. إذن هو تم تسميته على اسم جده, وليام كلارك فاكنر, an adventurous and shrewd man, رجل يعني كان يحب المغامرات ورجل معروف بالدهاء وبالذكاء, ولكن قتل في ميدان ريبلي في ميسيسيبي قبل 7 سنوات. وهي صورة جده الجراند, واللي احنا بنسميها جراند فاذر. Parents of William Faulkner, هي صور للأب والأم.
وثورة الأب لوليام فوكنر named after زي ما قلنا after the great grandfather William Lord Faulkner the old colonel حتى فسموه الكولونيل القديم had been killed 8 years earlier in a duel with his former business partner in the series of Rivoli Mississippi طبعا في نزاع طبعا مع صديق حول التجارة والصفقات وقتل في شوارع ريبلي في المسيسيبي. نأتي لهون childhood طفولته هذا وليام فوكنر هو صغير وليام فوكنر مع الأب والأم he grew up in one of the poorest states which at the time had 25% of the family below the poverty line يعني هو ولد في واحدة من الولايات الفقيرة اللي كان 25% من العائلات تحت خط الفقر below the poverty line he grew up in one of the poorest states which at the time had 25% of the families below the poverty line he grew up as the eldest son of four brothers وهو طبعا نشأ كواحد من أكبر الأبناء لا أخوة كان هم أخوة أربعة أو four brother he hoped to aspire to be like his great grandfather a writer as well وحب أن يكون يعني كان إنه طموح أن يكون زي جده great grandfather كاتب أيضا إذن طلع على الطفولة بتاعت وليام فوكنر he grew up in one of the poorest states وإحنا ميسيسيبي ضمن الولايات الجنوبية يعني من الولايات الفقيرة دائما الجنوب أفقر يعني من الشمال he grew up in one of the poorest states من أفقر الولايات which at the time had 25% of families below the poverty line تحت خط الفقر he grew up as the oldest son of four brothers he hoped to aspire to be like his great grandfather a writer as well وكان طبعا هم أكبر أخ من أخوته والابن يعني من الأخوة الأربعة وكان يطمع أن يكون مثل جده كاتب as a young man هي صور وليام فوكنر وهو شباب He was a quarterback on his high school football team, however, never graduated. طبعا في الجامعة كان هو الجناح طبعا في لعبة الفوتبول الأمريكية وإحنا بنعرف هذه اللعبة عنيفة وهي منع الفريق الخصم من الدخول إلى منطقتك وتسجيل الكرة بين الخشبتين. فكل قوة الفريق تعتمد على القوة البدنية تعتمد على السرعة يعني كثير كنت أحضر تدريباتهم في الجامعة وأنا في أمريكا يقسم الفريق إلى عدة أقسام اللي أجسامهم ضخمة وقوية هذول بحطوهم حائط صد في البداية واللي أجسامهم رفيعة ورياضية وسريعين ورشاقة لكي يصلوا إلى الهدف الآخر ويستطيعوا أن يناوروا بين اللاعبين ويتملصوا من اللاعبين هذول بسموهم كوارتر باك والكوارتر باك هو شخص لاعب يكون إما على اليسار أو إما على اليمين يكون حجمه صغير سريع رشيق إجايل وطبعا في أثناء التدافع يتم إرسال الكرة إليه وطبعا هو يكون يخطو بسرعه عاليه ويجري اتجاه الخشبتين ويضع الكره لازم تعمل تاتش داون ان تدخل بين الخشبتين او the other side وتحط الكره على الارض وهذا يعطى لك 7 نقاط تمام فكل الجهود بتكون خلال اللعبه عدم منع اي لاعب حامل الكره أن يصل إلى منطقة التاتش داون طبعاً اللعبة لها شعبية كبيرة جداً وتجذب آلاف وملايين من اللي طبعاً الجماهير وفي النهائي معروف السوبر بول بيحضر رئيس أمريكا وبتحضر ملايين الأمريكان وبيجيبوا من المغنيات الشهيرات زي شاكيرا وغيرها فهمت علي يا
يغنوا في حفل النهائي. ممكن تعملوا جوجل وتبحثوا عن الامريكان فوتبول، تاخذوا فكره عنه وتفهموا شو هو الكوارتر باك. اذا هو كان لاعب كوارتر باك في الامريكان فوتبول، ولكن في الكليه لما تخرج منها. Although he never obtained his degree، بالرغم من انه عمره ما حصل على شهاده الكوليج، he studied for a period of time، درس لفتره معينه at University of Mississippi في جامعه المسيسيبي. He had always dreamt of becoming a pilot in the army، ودائما كان يحلم ان يصبح طيار في الجيش. However was declined because of his height، ولكن في الجيش رفضوه لانه شافوه 5.5. لما تقول 5.5 يعني احنا بنتكلم عن انسان طوله يعني في الستينات، في الستينات قصير. He later became a member of the Royal Canadian Air Force، وبعدين أصبح عضو في القوات الجوية الكندية. He remained in his Canadian Air Force through First World War، وظلوا هو في القوات الجوية الكندية خلال الحرب العالمية الأولى. But never saw flying time in combat، يعني عمره ما شارك في طلعات جوية قتالية أثناء الحرب. هذه العبارة واللي احنا بنسميها but never saw flying time in combat، يعني دائما الطيار كيف بتطلع بالطيارة، بس هم بيعطوا لك بأكم من طلعة طلعت، اوكي أكم من طلعة طلعت، أكم من دقيقة، بسموها هذا flying time. يقول لك هذا الطيار والله طار 5000 دقيقة في الجو، طار 10000 دقيقة، طار كذا إلى آخره في الجو، على حساس الخبرة عند اختيار الطيار. طلع 700 طلعة، 500 طلعة، 600 طلعة، ولكن كمان طار 200000 دقيقة، 300، فبيحسبوا flying time by minutes. إذا he never saw flying time in combat. Here is still Faulkner. Still Faulkner. In April 1929, Still Faulkner divorced. طلقت، كانت متزوجة شخص آخر. In June, she and Faulkner were married. وفي جون في عام 1929 تزوجت وليام فوكنر. Still brought to the marriage two children, Malcolm and Victoria. طبعا من زواجها السابق جاءت طبعا اولادها مالكوم اند فيكتوريا، وعادي جدا في امريكا تكون امراه متزوجه تتطلق وتعيش مع زوجها الجديد مع اولادها، فهمت علي؟ فهو الزوج الجديد بيلعب دور ستيب فاذر، ستيب فاذر، او وعادي جدا بيكون الشخص خارج من بروكن ريليشن شيب، علاقه يعني لم تتوج بالنجاح، فبكون الاولاد فبيجي بيعيشوا معاه مع المراه الجديده. فهذه kind of compromise or arrangement جزء طبيعي جدا جدا. كثير من الامريكان بتلاقي ربوه ستيب فاذر، زوج امه زي ما بقولوا، يعني بتعرف النظام الراسمالي في كثير من موجود broken relationships broken families due to pressures of life. تمام. This is the William Faulkner house. هذا البيت اللي عاش فيه William Faulkner. طلع على صوره. The places Faulkner lived influenced the story. ودائما المكان اللي عاش فيه Faulkner أثر على في رواياته وقصصه وحكاياته. دائما نقول أن الكاتب أو الإنسان لا يستطيع أن يعيش في معزل عن ظروفه السياسية والاجتماعية واقتصادية. He cannot live isolated far away from his social, political, cultural, economic environment. He is influenced by the environment. So we cannot understand a writer or writer's novels or short stories without understanding the environment. But for that reason, always I focus, دائما أركز on the background, on the events which shape the time, the setting, the place which shape and affect the writer, because the writer is a product of the society. الكاتب هو نتيجة إيش؟ المجتمع اللي بيعيش فيه. A writer is a product of her society. We cannot isolate both. Otherwise, we will have
this understanding of the novelist himself and of the text we are reading. This is the house he shared with his wife Esther Oldham Franklin, which shows similarities to the house in A Rose for Emily. وقول لك هذا البيت يشبه البيت الذي عاشت فيه إيميلي في قصته الشهيرة اللي حندرسها إن شاء الله A Rose for Emily. إستل and Alabama, the bitter and the sweet, المر والحب. In January 1931, في عام 1932, إستل gave birth to a daughter Alabama. إستل طبعا جابت بنت اسمها ألاباما. The child born prematurely, طبعا كانت ولادة مبكرة. Lived only a few days, عاشت عدة أيام فقط. Faulkner's first collection of short stories, Z13, would be published in September and dedicated to إستل and Alabama. طبعا لما كتب مجموعة قصص قصيرة نشرها في شهر 9 وكرسها لمين؟ لإيرتل زوجته ولا الطفلة اللي ولا لهذه الطفلة ألاباما. إذا the first collection of short story would be published in September and dedicated to إيرتل and ألاباما. وهنا أيها هاي صورة ألاباما. نشوف هون a broken heart. He lost his sweetheart Esther. He lost his sweetheart Esther Odohan to another man. طبعا خسر زوجته أوستل لرجل آخر. Her family pressured her into marrying a young lawyer. وطبعا ضغطوا عليها إن تتجوز محامي صغير في السن. وهي صورتها في عام 1913. He lost his sweetheart, حبيبته, Esther Oldham, to another man. Her family, عائلتها, ضغطت عليها أن تتزوج محامي صغير في السن. Her family pressured her into marrying a young lawyer. Pulitzer Prize for Fiction. طبعا حاز على جائزة Pulitzer Prize وهي جائزة شهيرة. تمام؟ وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد جائزة مان بوكر برايز وهي الجائزة رقم أولى الأول في فن الرواية. Two of his works, The Fable 1954 and his last novel The Rivers 1962 won the Pulitzer Prize for Fiction. فاز في جائزة البوليتزر في للخيال. دائما بفوز في جائزة بوليتزر بيكون مرشح بشكل قوي انه يفوز بجائزة مان بوكر برايز, يعني افضل رواية في العالم وافضل رواية في العالم. Two of his works, Fable, ايها The Fable, هذه الكفر تاع هذه الرواية. And his last novel, واخر رواية له The Rivers, won the Pulitzer Prize for Fiction. نشوف وليام فوكنر نوفلز, كتب روايات القصص قصيرة. ومن هنا عندك موزس زي 13, وطبعا عندك من هذه الروايات زي 13 1931, Go Down Moses and the Collected Stories of William Faulkner, the Collected هاي خلافة, طبعا القصص لوليام فوكنر وزي 13 وموزس. Go Down Moses. نشوف كمان روايات الميجر نوفلز. We have Hamlet, Sound and the Fury, وهي من الروايات الشهيرة له. Absalom, Light in August, وكمان The Hamlet, Sanctuary, Light in August, Sound and the Fury, and I Lay Dying. هذه من الأعمال والروايات الأساسية. وهي غلافاتها, The Sound and the Fury, As I Lay Dying, Sanctuary, Light in August, Absalom, and The Hamlet, هي الأعمال التي كتبها وليام فوكنر. فوكنر, The End of His Life, نهاية حياته.
Faulkner died in July 6, 1962, after suffering from a coronary occlusion. وطبعا لما نتكلم انه على coronary occlusion تكلم عن مشاكل في القلب وفي في الشريان التاجي. Up to his death he worked as a writer, حتى موته عامل ككاتب in residence, يعني writer in residence at the University of Virginia. شو معنى writer in residence؟ يعني انا كاتب بروح بيعطوني الجامعه استضافتي على حسابهم وبقعد في الي مكتب في الجامعه, وطبعا اقيم في هذه الجامعه واقوم بكتابه رواياتي واعمالي. هذا بسموه ايه؟ writer in residence, يعني كاتب مقيم. مقيم وين؟ مقيم في الجامعة University of Virginia. طبعا هذا فخر ومكسب للجامعة يكون كاتب عظيم مقيم إلها, بعمل attraction للطلاب, بعمل لها international recognition ثم دولية, national recognition ثم محلية. فهذا مكسب كثير انه يجي والله هذه الجامعة كان فيها وليام فوكنر اللي كل العالم بيعرفه, كان مقيم هون, هاي مكتب وهي كتابات وهي كذا إلى آخره. فهذا بيصير كيف بعد ما ماتوا بيصير نوع من الميوزيوم, يعني نوع من المتحف للناس اللي ومحبين وعشاق وليام فوكنر اللي اطلعوا على القرب كيف فوكنر كان عايش. The United States Postal Service, حتى خدمات البريد للولايات المتحدة, issued a first class 22 سنت ستار, عملت طوابق ب 22 سنت. طبعا commemorating his life and stint as a postmaster, وطبعا ذي إحياء لحياته وإحياء لأعماله. وهنا هي هذه هي صورة صورة اللي إحنا بنسميها صورة وليام فوكنر الأخيرة. هذه الصورة هو مع الغليون, the final formal portrait, الصورة الرسمية النهائية. طبعا فوكنر achievement من الإنجازات اللي قام فيها فوكنر, طبعا الإنجازات اللي قام فيها The Sound and the Fury 1929, وهذه أنا قرأتها ورواية عظيمة ورواية masterpiece, روعة في التحليل النفسي وفي تيار الشعور, Extreme Consciousness Technique, being ranked number 6 on the Modern Library 100 best English language novel, وتم يعني اعطائها رقم 6 في من يعني افضل 100 روايه في القرن العشرين, The Sound and the Fury. وانا بنصحكم كثير انكم تقرؤوها, موجود لها ترجمه باللغه العربيه وممكن كمان تقرؤوها باللغه الانجليزيه, ولكن انا بنصح دائما اقروا الاعمال الادبيه باللغه الانجليزيه فقط, ممكن بعديها تتفرج على العربي, يعني بيساعدك هذا في تقويتك في الترجمة الأدبية. فدائما ابدأ باللغة الإنجليزية. The Sound and the Fury being ranked number 6 on the Modern Library 100 best English language novels, وتم تصنيفه على 6 من أفضل 100 رواية القرن العشرين. في أشياء كمان هون, وليام فوكنر death, he died 6 of July بيليا 1962 ميسيسيبي, مات في الميسيسيبي يونايتد ستيت, في الولاية اللي هو ولد فيها. فوكنر جريف ان ميسيسيبي, وهنا هذا هو قبر وليام فوكنر في الميسيسيبي, شايفين الصور. The creator of Yoknapatawpha County, who discovered about his people, won him the Nobel Prize, is buried 20 steps east of this marker. طبعا حاطين علامة في المقبرة وقال لك انه هذا الذي خلق يعني مدينة يوكنباتوا. هذه قصصه اللي دائما عن حول الناس ومعاناة الناس, لانه وليام فوكنر هو افضل كاتب كتب عن الجنوب وكتب عن حياة الناس في الجنوب من خلال بعد الحرب الأهلية الأمريكية وآثار إعادة الإعمار اللي تكلمنا عنها والصراع على الهوية. جماعة يريدون أن يحافظوا على التقاليد والعادات والتقاليد ورفضوا نتيجة الحرب, ويريدون الحفاظ على العبيد كعبيد, وجماعة أخرى
تريد أن تحرر الجنوب من هذا من هذه العقلية، وإنه العبيد إيكوال ولازم يكون لهم حقوق. تكلمنا عنه في محاضرة واسعة وممتدة في عادة العمار، فهو وصف هذا الصراع من خلال قصصه ورواياته وشخصياته، وخاصة شخصية إيميلي في كوستر الروف إيميلي اللي إن شاء الله هنشرحها في المحاضرة القادمة. وهنا ندر الستار على كاتب العظيم وهو وليام فوكنر، وهذا هنا قبره. نعمل كويك سيرفي للأشياء اللي تكلمنا عنها. تكلمنا هنا وليام فوكنر from 1894 to 1862 that he was born in Mississippi, Oxford, Mississippi. And he was born in New Albany, Mississippi, and here in the Albany, this is the map of Mississippi. William Faulkner was a critically acclaimed, you know, novelist, sort of storyteller, and. Then we have how he was influenced and named after his grandfather, who was killed and shot 7 years ago. Then we talk about the parents of فوكنر، ماري and مود باتلر فوكنر. وهنا هذا هو الأب تاع وليام فوكنر، father ماري. Then we talked about his childhood and how he lived in a very poor state, and most like 25% of his people lived in a poverty line, and he was one. He was the eldest son of four brother, and he hoped and aspired to be like his grandfather, writer as well. Then in his years as a young man, he had always dreamed of becoming a pilot in the army. However, he was declined because of his height, 5'5". Although he never obtained his degree in college, he studied for a period of time at University of Mississippi. He later became a member of the Royal Canadian Air Force. He remained in this Canadian Air Force through First World War, but never saw flight time in combat. طبعاً أستر فوكنر in April 1929. Esther Faulkner had his zawjatu. She was divorced from another man, and she and Faulkner were married. Esther brought to the marriage 2 children, Malcolm and Victoria, from her previous marriage. Then we hear this is the house where they lived. They lived, although he spent the majority of life in Mississippi. The house he shared with his wife, Esther Oldham Franklin, which shows similarity to the house of Arrows for Emily. Here in January 1931, Esther gave birth to a daughter, Alabama. The child, born prematurely, lived only a few days. عاشت فقط عدة أيام ثم توفت. وهنا كتب مجموعة من قصص قصيرة كتكريس إلها لزوجته استيل and بنت ألاباما التي توفت. هنا A Broken Heart. طبعا هي لوست ذا سويت هارت استيل أودهام وأنذر مان. هير فاميلي طبعا ضغطت عليها بشرت هير انتو أمريكا يونغ لوير. طبعا العلاقات في أمريكا تبدأ العلاقات و بيعيشوا مع بعض، ممكن يخلقوا مع بعض، والزواج والتوقيع على وثيقة الزواج ممكن يحدث بعد سنوات، ممكن لا يحدث، تمام؟ فهذا بالنسبة لهم شيء عادي يعني، المهم الانسجام والتوافق في الحياة، وهم عندهم اعتقاد إنه ليش يعني إحنا نتزوج ونتكبل وإحنا مش متأكدين إنه إحنا نستمر مع بعض. لأن هذا الزواج هو عبارة عن تجربة، فخلينا احنا نجرب. إذا شعرنا وإحنا بعد فترة من فترات إنه إحنا نصلح للعيش مع بعض ونستمر في حياة أبدية، لا داعي يعني، ما في مشكلة إن نوقع عقد الزواج. أما قبل هيك فهم بيخافوا، لأنه الزواج له تكاليف قانونية وله مسؤوليات وله شراكة يعني، فقرار بالنسبة لهم يعني مش سهل. They spend a قرار very uneasy and difficult, and they take long time before deciding to get married.
Here, طبعا, two of his work, Fable and the River, both in the Pulitzer Prize of Fiction. We talked about that. We talked also about his books of short stories here. And we talked about his major novels, Sound of the Fury, Lies and He Died, Sanctuary, Light in August. إذا هنا مجموعة قصص قصيرة له. وهنا طبعا هي الروايات اللي كتبها. وطبعا احنا اخترنا أروثر إيميلي في مجموعة اللي هي وليام فوكنر The Collected Stories of William Faulkner. وطبعا The End of His Life, He Suffered From Problems with His Heart, Coronary Occlusion, و Up to His Death, She Worked as a Writer and Resident at the University of Virginia. وتكلمنا شو معنى الكاتب مقيم. و The United States Postal Service issued a first class 22 cent stamp commemorating his life, إحياء حياته وتكريما له. وهنا هذه الصورة الرسمية الأخيرة لوليام فوكنر قبل وفاته, The Final Formal Portrait. وهنا نتكلم عن فوكنر's achievement, إنجازات فوكنر, The Sound and the Fury, being ranked among ranked number 6 on the Modern Library 100 best English language novels of the 20th century, رقم 6 من 100 رواية, أفضل 100 رواية في القرن العشرين. William Faulkner death, he died on 6th July 1962, Delia, Mississippi, United States. وهنا William Faulkner grave in Mississippi. وهنا مكتوب الذي خلق كاونتي ينكبوتوا, الذي وقصصه كانت تتكلم عن الناس وفاز بجائزة نوبل, is buried 20 steps, مدفون 20 خطوة شرق هذا الماركر. وهو دليل على مكان قبره, هي قبر وليام فوكنر, هي صورتين لقبر وليام فوكنر في المسيسيبي. وهيك بنكون انتهينا, اخذنا معلومات عن وليام فوكنر, وان شاء الله نشوفكم في المحاضرة القادمة. ما تنسوش الاشتراك والمشاركة للاستفادة, والسلام عليكم ورحمة الله.